فيتوريا يبحث عن بديل لإمام عاشور في المباراة القادمة لمنتخب مصر، والشناوي يتلقى العلاج في الفترة الحالية، ولن يتمكن أيضا من المشاركة الفترة المقبلة. محمد صلاح يعد بالعودة في أسرع وقت ممكن عقب التأهيل الطبي بعد إصابته. أهم وأحدث الأخبار الرياضية الآن في تغطيتنا. بجدد الترحيب بحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا. نبدأ حديثنا عن الشناوي وإصابته وآخر التطورات. أعلن النادي الأهلي عن نجاح العملية التي أجريت للشناوي حارس المرمى منتخب مصر وأيضا حارس الأهلي، والتي أجريت له في ألمانيا بمعرفة الخبير الألماني فلوران هاستر والمتخصص في إصابات الكتف فقط، وذلك بعد الإصابة التي شهدناها جميعا التي تعرض لها الشناوي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة الأمم الإفريقية. في نفس السياق، حرص الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي بالتنسيق الكامل والشامل مع دكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وذلك بالطبع للإطمئنان على نجاح العملية والتحدث مع الطبيب الألماني المعالج، والتحدث أيضا مع حارس الأهلي والمنتخب الذي شعر بالارتياح بشكل شديد بعد العملية، خاصة بعدما تأكد أن فترة غيابه سوف تكون 3 أشهر فقط، ثم يعود بعدها للمشاركة مع نادي والمنتخب على كافة الأصعدة. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى وهي إمام عاشور. أكد الإعلامي إسلام صادق أن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي ومنتخب مصر خارج حسابات البرتغالي روي فيتوري المدير الفني للفراعنة في مباراة الكونغو الديمقراطية في دور 16 المقبلة ببطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 2023. قال أيضا في نفس السياق أن إمام عاشور غادر المستشفى يوم الخميس الماضي، أمس بالطبع، وعاد لمعسكر المنتخب بعد التأكد من سلامته تماما بعد الإصابة بارتجاج في المخ أثناء التدريبات يوم الأربعاء السابق. تابع أيضا وقال أن روي فيتوريا لن يغامر بمشاركة إمام عاشور في مباراة مصر والكونغو يوم الأحد الجاي في دور 16 طبعا في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكوت ديفوار. في نفس السياق، وقبل أن نختم حديثنا عن المنتخب، بالطبع توقع الكابتن فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك السابق أن التشكيل المتوقع لمنتخب الفراعنة أمام الكونغو يوم الأحد الجاي بدور 16 مرتبط بالطبع بطريقة اللعب بالمباراة. وأضاف أيضا لاعب نادي الزمالك السابق خلال لقاء تلفزيوني له على قناة دي ام سي أنه يتوقع أن يكون التشكيل المقبل محمد أبو جبل في حراسة المرمى بالطبع بدل من الشناوي لأن عنده إصابة، محمد هاني وياسر إبراهيم وأيضا محمد عبد المنعم وأحمد فتوح. أشار أن خط الوسط هيكون فيه مروان عطية بالطبع وحمد فتحي وأحمد مصطفى زيزو ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش بالطبع، وفي الهجوم هيكون فيه مصطفى محمد. لفت أيضا إلى أن أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري عائد لسه من إصابة، وأنه ليس سريع في المباريات الأخيرة كما رأينا المباريات طبعا الخاصة بالمنتخب، وأن تواجد ياسر إبراهيم هيكون أفضل بكتير في الدفاع كونه صخرة قوية، وأن الأهداف اللي كانت جت في المنتخب في المباريات اللي فاتت كانت بسبب أخطاء دفاعية بالطبع. أما عن محمد صلاح فقد أزالت منصة إكس تويتر سابقا علامة التوثيق من حساب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. ظهر الحساب الرسمي لمحمد صلاح النجم الدولي النجم المصري نجم ليفربول على منصة إكس دون علامة التوثيق. كان محمد صلاح قد نشر منذ عدة ساعات تويتة كتب فيها الآتي: بدأت بالأمس برنامج العلاج والتأهيل وسأفعل كل شيء ممكن حتى أكون جاهزا في أقرب وقت وأعود للمنتخب كما كان متفق عليه من البداية. برضو بحبها وبحب ناسها، حاولوا أكتر. دي كانت التويتة بالظبط بتاعت محمد صلاح، ومعظمنا بالطبع شافها كانت مرفقة بصورة. ده طبعا عقب مغادرة محمد صلاح معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في ساحل العاج بعد إصابته ليبدأ مرحلة التأهيل مع ليفربول. في نفس السياق وفي نفس النقطة دي، فتح حسن مصطفى نجم الأهلي السابق النار على رامي عباس وكيل أعمال النجم محمد صلاح بعد التويتة اللي نشرها للرد على منتقدي
قائد منتخب مصر بسبب السفر لإنجلترا للتعافي من أجل استكمال علاجه أيضا بعد إصابته مع منتخب مصر في الكوت ديفوار. وقال بالنص إن التجاوزات اللي صدرت من رامي عباس غير مقبولة، ولا بد أن يكون أسلوب الحوار بشكل راقي، ولا يصح الهجوم الذي قام به وكيل لاعب محمد صلاح. وأصدر رامي عباس عيسى مدير أعمال الدولي المصري محمد صلاح بيان رسمي، وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة إكس تويتر سابقا، هجم فيه المشككين في التزام الفرعون المصري في اتجاه منتخب مصر خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكوت ديفوار، والتي تستمر بالطبع حتى يوم 11 فبراير القادم. قال رامي عباس نصا: نفس الأفراد والمؤثرين الذين يصابون بالضعف في الركبتين عندما يصادفون محمد صلاح شخصيا يتوسلون من أجل المتابعة أو حتى التقاط صور شخصية حول الاستفادة من إصابة مؤسفة وشككوا في التزام محمد صلاح تجاه بلاده، لقد فعلوا ذلك بحثا عن الشهرة والنقرات والإعجابات. أريد أن أشكر أولئك الذين فعلوا هذا الشيء المشرف وأشاروا إلى مدى سخافة ذلك. أخذت الأسماء في كلتا الحالتين، أنا أخذت الأسماء ودونتها. وسريعا مشاهدينا نذكر حضراتكم، تأهل منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا إلى دور الـ16، بما يعني أنه هو ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط فقط خلف الرأس الأخضر اللي تصدر هذه المجموعة برصيد 7 نقاط. وبعد انتهاء دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار، بيواجه طبعا المنتخب مصر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في اللقاء المرتقب بينهما في النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكوت ديفوار. المباراة هتكون بالطبع يوم الأحد المقبل. كان المنتخبان قد تواجها سابقا في 12 مباراة، منها 8 مباريات رسمية و4 ودية، وفاز الفراعنة في 8 منهم وخسر مباراة وحيدة وحسم التعادل في 3 مباريات مقامة بينهم. إلى هنا مشاهدينا بنصل لنهاية تغطيتنا الرياضية وآخر أخبار المنتخب، تابعوها معنا على صدى البلد. إلى اللقاء.